بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالباتي في الصف العاشر، يسعدني أن ألتقيكم اليوم في درس الفيزياء بعنوان الموضع والمسافة والإزاحة. في نهاية هذا الدرس يتوقع منك عزيزتي الطالبة أن تعرفي متجه الموضع، تقارني بين المسافة والإزاحة من حيث المفهوم ووحدة القياس ونوع الكمية الفيزيائية، وتحسبي المسافة التي يقطعها جسم ما. كذلك أخيراً تحسبي الإزاحة التي يتحركها جسم ما. بداية، كما تلاحظين هناك ثلاث مفاهيم: الموضع، المسافة، الإزاحة. لابد من التمييز بينها. بالنسبة للمفهوم الأول، متجه الموضع هو المتجه الواصل بين نقطة البداية ونقطة النهاية. لو افترضت في عندي جسم موجود عند النقطة ألف، ثم تحرك إلى النقطة باء، يكون المتجه ألف باء يمثل متجه الموضع، أي المتجه الواصل بين نقطة البداية وهي النقطة ألف إلى نقطة النهاية وهي النقطة باء. هذا بالنسبة لمتجه الموضع. ثانياً، المسافة. طبعاً المسافة مفهوم فيزيائي يعبر عنه بأنه طول المسار الحقيقي الذي يسلكه الجسم خلال حركته، سواء كان هذا المسار الحقيقي خط مستقيم، خط منحني، خط متعرج، مسار دائري، كما ستلاحظ في الأمثلة التالية. بالنسبة للإزاحة عزيزتي الطالبة، فإن الإزاحة هي لها طبعاً تعريفان كلاهما صحيح. التعريف الأول: المتجه الواصل بين نقطة البداية ونقطة النهاية. أما التعريف الآخر فهو التغير في متجه الموضع. طبعا من خلال الأمثلة ستتضح الفروقات بين هذه المفاهيم. في عندنا في الكتاب مثال واحد، المثال طبعا هأقرأه: يتحرك طفل في عربته مسافة 10 متر باتجاه الشرق، ثم يرجع إلى الغرب مسافة 7 متر. احسبي المسافة المقطوعة وإزاحة عربة الطفل. هبدأ الحل بالمثال. طبعا في عندي طفل يتحرك 10 متر باتجاه الشرق، شرقا، ثم عاد 7 متر إلى الغرب. طبعا طالبة هتسألني ليش رسمت 7 متر من هنا، ليش ما رسمتيها في الاتجاه الاخر؟ لانه الطفل مشي حيرجع من اخر نقطه وصلها، فانا حرجع من اخر نقطه وصلها، حرجع في اتجاه الغرب 7 متر. طالب مني احسب المسافه والازاحه. بالنسبه للمسافه حسب التعريف هي طول المسار الحقيقي الذي يسلكه الجسم خلال حركته، لا يهمني الاتجاه، أهتم فقط بالمقادير، عبارة عن جمع جبري للمقادير بغض النظر عن اتجاهها. حجمع جمع جبري أقول 10 زائد 7 ويساوي 17 متر. طبعا المسافة فيش فيها اتجاه لأنها كمية قياسية، لا يعنيني اتجاهها، فقط جمع جبري للمقادير. هيك بكون أنا حسبت المسافة. نيجي للإزاحة. طبعا الإزاحة حسب التعريف هي المتجه الواصل بين نقطة البداية ونقطة النهاية، فضروري أحدد نقطة البداية، هي نقطة البداية اللي بدأ منها الطفل حركته، ضروري أحدد نقطة النهاية، هي نقطة النهاية. المتجه ما بين نقطة البداية إلى نقطة النهاية يمثل الإزاحة. طبعا لو لاحظتي أنا صار عندي متجهين متعاكسين اتجاها، فالإزاحة هي محصلة متجهين متعاكسين. في هذه الحالة هو المتجه اللي رايح باتجاه الشرق، ثم المتجه الآخر متجه غربا، فحكي الإزاحة هي 10 ناقص 7 اللي هو مقدار المتجه الأكبر ناقص الأصغر، زي ما تعلمنا في جمع المتجهات، يساوي 3 متر. طبعا في اتجاه الأكبر مقدارا اللي هو 3 متر شرقا. طبعا زي ما انت ملاحظة انه المسافة كانت عبارة عن كمية قياسية ليس فيها اتجاه، بينما الإزاحة كمية متجهة لابد من ذكر الاتجاه فيها. هذا بالنسبة لمثال واحد. نيجي للمثال الثاني.
طبعا المثال يدور سائق بسيارته حول دوار مدينة نابلس الذي نصف قطره 5 متر دورة كاملة حيث يشكل مسارا دائريا. احسبي المسافة المقطوعة والإزاحة الكلية للسيارة. طبعا هرسم رسمة تعبر عن المثال. يقول لي في سائق يتحرك في مسار دائري نصف قطر هذا المسار 5 متر هنا 5 متر. طالب مني أحسب المسافة وكذلك الإزاحة. هنحسب المسافة، نرجع مرة أخرى للتعريف. طبعا المسافة هي طول المسار الحقيقي الذي يسلكه الجسم خلال حركته. همشي مع الجسم، هطرد من الجسم اللي هي السيارة، بدأت من هذه النقطة، لفت في مسار دائري. إذا ما المسار الذي تحركه الجسم؟ هو الدائرة، محيط الدائرة، يبقى المسافة في هذه الحالة تساوي محيط الدائرة. أنتِ عارفة قانون محيط الدائرة 2 طا ن ويساوي 2 طبعا طا 3.14% أو 22 على 7 أي تعويض صحيح، ونص القطر 5 2 في 5 10 في 3.14 1.34 متر. زي ما انتي ملاحظة برضو المسافة القياسية لا تحتوي اتجاه. هنحسب الإزاحة كما عرفنا. الإزاحة هي المتجه الواصل بين نقطة البداية ونقطة النهاية أو التغير في المتجه الموضع، كلا التعريفين صحيح. هنيجي للسيارة. طبعا السيارة بدأت حركة من النقطة ألف ولفت لفة كاملة، يبقى نقطة البداية هي ألف ونقطة النهاية أيضا هي ألف، يبقى لفت ورجعت لنفس النقطة، يبقى الإزاحة كم هتكون؟ أكيد إجابتك صحيحة، الإزاحة تساوي صفر لأنه الجسم لف لفة كاملة رجع لنفس نقطة البداية، فالإزاحة هتكون في هذه الحالة صفر. في عندنا سؤال في الكتاب، سؤال 3 صفحة 42. طبعا السؤال بيحكي لي يمثل الشكل المجاور حركة حشرة تتحرك على حائط، طبعا هذا المسار المرسوم على السبورة، يمثل حركة حشرة على حائط انتقلت حسب السؤال من النقطة ألف إلى النقطة باء، ثم من باء إلى جيم، ثم من جيم إلى دال، ثم من دال إلى هاء. وقد تم رصدها من قبل مراقب. احسبي المسافة التي قطعتها الحشرة في رحلتها وإزاحتها الكلية. برضو طالب أحسب المسافة والإزاحة. زي ما حكينا المسافة هي المسار الحقيقي للجسم، بحمشي مع الحشرة وين ما راحت وأجمع مقادير جبرية، بحقول من ألف إلى باء المسافة تساوي طول ألف باء زائد طول المسار باء جيم زائد طول جيم دال زائد طول دال هاء. هعوض طبعا ألف باء معطيني طوله 9، باء جيم لو لاحظتي عبارة عن مسار منحني، أنا بدي أحسب مقداره. طبعا يمثل باء جيم ربع الدائرة، لو أنا بدي أكمل الدائرة هيمثل باء جيم هذا القوس يمثل ربع الدائرة، كمقدار هو ربع محيط الدائرة زائد جيم دال طبعا معطى طوله 6 ودال هاء معطى طوله 4. حاول 9 زائد ربع قانون محيط الدائرة 2 طا ن 2 في طا هي 3.14% ونص القطر طبعا معطيني اياه في الرسمة 3 زائد 6 و 4 طبعا 10. هأجمع جمع جبري 9 على 2 1 على 2 2 طبعا 1 في 3 3 و 14
طلعتش مني، هحسبها على الآلة. تقريبا 3 و14 في 3، لو انا قلت 22 على 7 عشان اسهل الحسابات. حالي على 2 1 على 2 11، 11 في 3 33 على 7 4 صحيح 4 تقريبا 7 من 10. نعملها على جنب، 33 على 7 4 و7 من 10 زائد ال10، طبعا حجمها 9 و10 19 و4 23 و7 من 10 متر. هيك بكون انا حسبت المسافة. ضل عندي احسب الازاحة. لنفس السؤال، طبعا زي ما اتفقنا الإزاحة هي المتجه الواصل بين نقطة البداية ونقطة النهاية. لازم أحدد نقطة البداية ونقطة النهاية وأصل ما بينها بمتجه. زي ما أنت ملاحظة هذا المتجه اللي هو الإزاحة يمثل وتر في المثلث القائم الزاوية ألف د ه. إذا الإزاحة هي بقدر أجيبها من خلال فيثاغورس، هقول حسب نص فيثاغورس إزاحة تربيع اللي هي ألف ها تربيع تساوي ألف دال تربيع زائد دال ها تربيع. طبعا ألف دال لو لاحظت بهذا الشكل، بهذا الشكل موجود أمامك، مستطيل طبعا هذا الشكل المضلل. ألف دال موازية لألف ميم، إذا اللي هي طبعا تمثل لبا ميم عفوا، اللي هي بتمثل نص القطر. إذا ألف دال وبا ميم متساويين فتكون با ميم اللي هو نص القطر 3، إذا ألف دال حتكون برضه 3 سنتي، 3 تربيع 9، دالها معطينا قيمتها 4 سنتي، 4 تربيع 16، إذا ألف ها تربيع 9 و16 25. أنا محتاجة الجذر التربيع اللي هو بيمثل الإزاحة يساوي ألف ها، الجذر التربيع لل 25 طبعا 5 سنتي. إذا هيك أنا بكون حسبت مقدار الإزاحة. إحنا اتفقنا إنه الإزاحة كمية متجهة لها مقدار ولها اتجاه. الاتجاه هجيبه من قانون ظل الزاوية، طبعا هيها الزاوية، هذه هي الزاوية، الظل تبعها مقابل على مجاور لظل الزاوية بيمثل اتجاه الإزاحة، المقابل على المجاور اللي هو 3 على 4، يعني ظل الثلاثة ظل الزاوية يساوي 3 على 4. أنا بدي الزاوية هقول الظل السالب 1 ل3/4 وحطلعه باستخدام الآلة الحاسبة، طبعا حيطلع تقريبا 37 درجة تقريبا. طبعا تستخدمي انت الآلة الحاسبة تعملي شيفت تان تام السالب 1 3/4 يطلع لك مقدار الزاوية. هيك بكون أنا حسبت الإزاحة والمسافة. في نهاية الحصة بتمنى طالبتي يكون موضوع أو مفهوم كل من الموضع والمسافة والإزاحة واضحين بالنسبة إليك. هيكون عندك نشاط بيتي يحل ويسلم على الصف الافتراضي. أول حاجة دراسة نشاط 4 صفحة 26، إجابة فكر صفحة 27، كذلك سؤال 2 فقرة 1 صفحة 41، سؤال 4 صفحة 42 من أسئلة الفصل. طبعا حابة أنوه إنه فكر صفحة 26 محذوف. ويعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.